سيب والمطبلاتية، وانت عارف انا لا ده ولا ده. سلام عليكم. باي يا حبيبي. مع السلامة يا ابني، وربنا يوفقك. لو هتتأخر كلمني في التليفون يا ابني. حاضر يا ماما، مع السلامة. ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة يا ابني، ويهديك ويكفيك شر ولاد الحرام. انتوا مالكوش دعوة بالفرح، انا رتبت كل حاجة. انا مش عارفة انت مستعجل كده ليه، احنا لسه ما رتبناش امورنا. يا ست الفستان يجي دلوقتي والفرح يجهز في 24 ساعة. يا حسين، اصل انت مش عارف امها عايزه تعمل لها فرح شكله ايه، وانا هعمل لكم فرح ما اتعملش في تاريخ مصر كلها. احنا مش عايزينك تكلف الفرح لوحدك. لا اله الا الله. يا ستي انتوا زعلانين ليه؟ انا عايز اكلف نفسي. طب مين اللي هيغني في الفرح؟ هجيب لكم احسن مغنيين واحسن رقصات في مصر. طب والله لو عبد الوهاب وام كلثوم كانوا عايشين كنت جبتهم لكم. خلاص بقى يا سميحه، يظهر انه عايز يفرح قوي. طبعا عايز افرح قوي. يا اخي العريس ابني والعروسه بنتي، هصرف على مين اذا ما صرفتش على دول؟ هاي خربوش، قابلت ابو البشمهندس؟ ما توفقتش في المشوار، رحت سالت عليه ما لقاش صريخ ابني يومين. عشان كده رجع وشك مدلدل، ما صرفتش ليه فالح؟ اللي حصل يا جمالات، بس راجع لك بخبر استاهل عليه بوسه. انا ببوسك يا ولا من غير اي حاجه، انت عارف انت اخويا وماليش غيرك في الدنيا دي كلها. بس بقول لك ايه، قول بسرعه عشان البنت حصليه والولا مشمش غاويين الصناط عليا انا وانت. خلاص موضوع البنت روسه خلاص بقى، منها لينا على طول. يعني ايه؟ مش فاهم. الباشمهندس بسلامته اتجوز بجد؟ مش بقول لك خبر على هواكي، ما كنتش تحلمي بيه يا جمالات. بس كده البنت لو فضلت في السجن هتروح من ايدينا، يبقى لا طولنا البلح الشام ولا عنب اليام. جرالك ايه يا جمالات؟ ما انت قلت ان انت هتقومي لها محامي. حصل قلت، امال هسيب البنت تروح من ايدينا معاك كام يا واد؟ نعم يا اختي، ما انت قلت انك هتكفلي بكفه شيء. نعم يا خيه، اشمعنى دي اللي هتكفل بيها؟ ما كل حاجه بنعملها النص بالنص. بقول لك ايه، من الاخر اسف. شوفيها يا جمالات. ايه يا عمر؟ قاعد لوحدك ليه وسايب؟ عايزة ايه يا مان؟ لا يا حبيبي انا مش عايزة، انا بس يعني كنت عايزك تقعد معايا شوية. انت مش مبسوط ولا ايه؟ ده ازاي؟ ده انا هطق بالانبساط. هو في برضه عريس يبقى مبسوط وشكله مبوس كده في ليلة دوكليتو؟ اهو يا مان اهو، ارتحتي؟ ايه الغلاسة دي يا عمر؟ انا كل ما اكلمك تعمل معايا كده. طب تيجي نشرب شمبانيا؟ ما بشربش خمرة. طب ايه رايك لما نقوم نرقص شويه يا عمر؟ وانت مش بعتيش رقص، ده انت من اول الفرح لاخره ما بطلتيش رقص. انا تعبان وطالع انام. عمر انت رايح فين وسايبني في ليله زي دي يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا ما، اطلع من دماغ السعاده، نامي يلا ورانا طياره الصبح. الحكم بعد المداوله، رفعت الجلسه. طمني يا موسى، ان شاء الله براءه. ان شاء الله يا حبيبتي براءه. امال عمر فين؟ عمر ده ايه اللي بتفكري فيه؟ وهتلاقيه بس اتأخر في السكة شوية. هو مش عارف ميعاد الجلسة. أكيد عارف، بس هو اللي طنشك. على العموم يا حبيبتي الغايب حجته معايا. أبويا عامل إيه؟ موجود، أروح أجيبهولك؟ حبيبي يلا، خليه مرتاح. طب والله قلت له، قلت له خليك مستريح يا عم حسن. قال لي لا، صمم إن يجي، أعمل له إيه بقى؟ بص عليك يا عمر، أنا
انا كان نفسي اشوفك برضه. هتقول لي عمر يا بنت خليك في اللي انت فيه. الله جرائيه يا نوسه، ما قلت لك يا حبيبتي الغايب حجته معاه، ما تشمتيش فيك الاعادي بقى. هما مين دول من الاعادي؟ ده الاعادي ملزقه انت بتطبطي يا بنت وتلاقيها على مين؟ اللي على راسه بطحه يا ست جماليه. انا يا اختي اللي على راسي بطحه ولا تعويره؟ اتلم في يومك الاسود، لا غزك غزه خدش بيكي تقابيل. الله جرايه يا جماعه، جرايه يا بنت منك ليه؟ جرايه من ايه؟ تالف المحكمه. ما تقول لها هي اللي عماله بتلقح في الكلام. حقيقي تال جمالات اختي ما قصرتش، لفت ودارت لغايه ما لقيت لك احسن محامي. ليه؟ هما المحاميين اللي جايين النهارده دول جايين يعملوا ايه؟ يتعايقوا ولا يمثلوا في السيما؟ تكون في علمك يا نوسه يا حبيبتي، المحامين اللي جم النهارده دول في الجلسه جايه مش هتلاقي ولا محامي منهم. ليه ان شاء الله؟ ما قبضوش ولا ما قبضوش؟ لا حبيبي القلب فلسه، سي عمر اتجوز وطار. لا ما صدقهوش يا نوسه، انت بتكذب، انت بتقول اي حاجه. يا حبيبتي يا نوسه والله انا كنت خايفه عليك، انا ياما قلت لك بلاش تتعلقي في الحبال الدايبه، ما سمعتيش كلامي، كنت بحبك وخايفة عليكي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمله فيك اللي اسمه عمر ده. لكن كل اللي بيقولولك أخويا خربوش كلمه كله مظبوط. طب هو خربوش عارف من ايه؟ ما هو راح له وعرف كل حاجة. رحت له وقلت أقفش منه قرشين عشان مصاريف القضية، عرفت ان هو اتجوز وسافر مع عروسته يقض شهر العسل. انت كذاب، انت بتكذب يا خربوش، كذاب. جرايه يا بنت، خربوش ما بيكذبش. ربنا يتم منك، ربنا يتم منك. بس يا بنت انت كمان شيليش هم يا نوسه ولا يهمك يا حبيبتي، انا ممكن اصرف عليكي من جنيه لمية. محكمة حكمت المحكمة على المتهم شحاتة أبو سريع إبراهيم بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة على المتهمة سنية أبو نوار الدقروري بالحبس لمدة 2 سنين مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة على المتهمة نوسة حسن محمود بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بالمصاريف. رفعت الجلسة. عمر يا حبيبي وحشتني، طمني عليك، عامل انت ومها نوسة؟ لا معرفش حاجة عنه، بس اكيد بابا هينفذ اللي انتوا اتفقتوا عليه. سيبك انت، قولي اخبار شهر العسل ايه ومها وانت ايه؟ يا عمر بتزعلي كده ليه؟ طيب طيب خلاص هحاول اتقص لك كده وهطمنك. ماشي يا حبيبي، باي باي. ملاية ولا محفظة يا بس؟ ما بتردوش عليها ليه يا بس؟ بيبي ما يحكمش. ايه قطر داخل؟ عايزة ايه يا أمار انت؟ ايه ده؟ انت عارفة يا بنت انت بتكلمي مين يا بس؟ احترمي نفسك، هتكوني مين يعني؟ احترمي نفسك؟ سامعيني يا نسوان؟ سامعيني يا نسوان؟ البنت السنكوحة دي بتقول لي انا احترمي نفسك. ادي
مش مستجدتك كان زمانك بقيتي كده.